انتهت. شوط المباراة الأول، هل يعزز النتيجة المنتخب السوري ويسجل ثاني أهداف هذه المباراة ويفاجئ المنتخب السعودي بتسجيل هدف آخر؟ نشاهد ونتابع الركلة الحرة الثابتة، حمد بيلعبها للاعب الأقرب، تصل وتعود مرة ثانية، تصويبة ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الكيفية يا ريحاني، رائعة في منتهى الخرافية، تجعل الجمهور في غاية السعادة. أوهو على هدف خرافي، أوهو على هدف خرافي من اللاعب محمد ريحانية. نعم كنت أقول، كنت أتحدث، هل يسجل محمد ريحانية؟